دلوقتي هنبدأ ان احنا برضو نفس البوزيشن الاول واحنا واقفين in front of the patient. هندخل from one side to the other side. هندخل من ورا الاول وبعدين من قدام. ناخد البوزيشن بتاعنا مع البيشنت بالمنظر ده. راسك لقدام كده يا عم علي بعد اذنك. اخي شفايفك وخدك معايا خالص. وهنبدا ان احنا نعمل البوتر مولدنج موفمنت. اي اكسس بناخده عشان ما نضايقش المريض ونحطه على البراكت بتاعتنا. اخي شفايفك وخدك خالص يا عم علي بعد اذنك. ونبدا ان احنا نعمل بودر مولدنج موفمنت بتاعتنا. اخي خدك ده خالص يا عم علي. حرك راسك لقدام يا عم علي يمين وشمال. ده عشان نجيب كل الحركات بتاعت السوفت بلد بتاعتنا. ماشي اثبت يا عم علي بعد اذنك. اثبت راسك قاعد. ايوه. ونبدا ان احنا هنعمل بودر مولدنج موفمنت بتاعتنا. دلوقتي احنا استنينا دقيقتين حصل فيهم سيتنج للالجينيت امبريشن تقريبا اكوردنج تو المانيفاكتشر انستراكشنز. بنبص في بعض الحاجات بتبقى نورمال سيت في بعض الحاجات فاست سيت اكوردنج تو التايم المانيفاكتشر قال لي عليه واستنى فوق المريض. دلوقتي هنعمل افتر سيتنج للالجينيت امبريشن ما حصل معانا. هنعمل ويثدرول ستوك تراي فروم بيشنت ماوس ان سناب لايك موشن عشان ما يحصلش ديستورشن للالجينيت امبريشن ان ذا بيشنت ماوس. مهم جدا ان احنا نخلينا حريصين ان ما يحصلش سيبريشن للالجينيت فروم ذا ستوك تراي وفي نفس الوقت ما يحصلش تيرنج للالجينيت ديورنج ريموفال. فهننشور ده ان احنا بنحط الاندكس فينجرز بتوعنا فوق البوردرز بالمنظر ده ونبدا ان احنا نشد الامبريشن زي ما حضراتكم شايفين. ده الامبريشن هنا طالع كل البوردرز بتاعتي واخده الاناتومي بتاعتي كاكستنشن بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. تمام واخد الاكستنشن كويس مفيش اي اير بابلز موجوده وواخد كل اللفه بتاعته بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. هنا ده الفاينل شيب بتاع الامبريشن بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين اهو. في الاناتومي كله بتاعنا اللي احنا عايزينه. عندنا دي الليبيال فرينم. هنا ده الليبيال فيستيبيول بكال فرينم بكال فيستيبيول. هنا عندنا الهاميلر نوتش والماكسيلاري تيوبروستي ده البوستيريور بالاتال سين. ونفس الكلام في الاذر سايد كله جاي without any air bubbles or any pressure areas.